بقول الحمد لله طبعا مكسب كبير بنكمل بيه بقى المشوار اللي احنا بدأناه في 5 ماتش لينا، 4 فوز و1 تعادل. كسبنا فريق كبير طبعا النادي الاهلي. دلوقتي بقيت اهلاوي، قبل الماتش كنت طبعا مقاولين، انا صعبان عليها جدا النادي الاهلي، ولكن انا متاكد انه هيطلع من الحاله دي ان شاء الله. الناس اللي شغالين في النادي عندنا ثقه كبيره نطلع من الحاله اللي هم فيها ان شاء الله. الماتش كان صعب، بدانا الحمد لله الشوط الاولاني كويس من خلال التغييرات واقتناع اللعيبه ان انت لما توصل للجون تعرف تجيب جون. استغلنا الحاله اللي فيها النادي الاهلي كويس، ذاكرنا الماتش الحمد لله كويس. يمكن الهدف متاخر في الدقيقه 81 لاحمد علي، وده فيه الحمد لله توفيق كبير وفيه شغل كبير. قدرنا ان احنا نكسب بطل الدوري وبطل افريقيا واحسن فريق بالنسبه لي في العالم. بس شكرا عزيزا محكم. في اسئله ولا خلاص توقع الله؟ انا بقول لك ده توفيق ربنا سبحانه وتعالى. يعني احنا كان يهمنا ان احنا ما نعملش اخطاء، ما يجيش فينا جوان، وانا عارف ان كل ما الوقت بيتاخر النادي الاهلي ما يجيبش جون تقدر ان انت تعرف تجيب جون. يعني تويت نزول احمد علي كان بالنسبه لنا مهم، يعني يمكن لويس تاني ماتش بالنسبه لنا مش هقول في حالته اللي هي في 3 ماتشات اللي قبل كده، فكان بالنسبه لنا اول تغيير. طلعت بيبذل مجهود عالي جدا، بدنيا قوي جدا. طاهر نفس الكلام، احمد هو اكتر حد يلعب على الجون فيرود كراس حربه، راس حربه يعني راجع بعد اصابه. كان عندنا ظروف في الماتش اللي فاتت، بدانا بيه واخد اكتر من تقريبا 65 او 70 دقيقه، احرز لنا برضه هدف. النهارده برضه احرز هدف، عنده دوافع شخصيه، فاضل له هدف يبقى الهداف التاريخي النادي المولي العرب، فدي بالنسبه له عامله له دوافع انه يشتغل على طول، عايز يرجع المنتخب مره تانية. فبقول الحمد لله ان انت تكون موفق ان انت تختار التغيير في الوقت المناسب، والتغيير ان هو ياتي بثماره، فده طبعا بالنسبه لنا حاجه محترمه. هي نفسية، هو الموضوع كان نفسي مش أكتر. يعني الحمد لله في حاجات في الملعب تنظيم وخلاف، ولكن برضو المجموعة الكبيرة اللي موجودة قدرت تساعدنا بشكل كبير. يعني الخبرات اللي موجودة في الملعب قدرت تساعدنا بشكل كبير. يعني كان شوية تنظيم في الملعب على الروح اللي موجودة من أول ما بدأنا. دلوقتي بدأ اللعيب يصدق نفسه إنه يقدر يكسب وإنه يقدر يكمل ويواصل المكسب. يعني أكيد. لا يعني النادي الأهلي النهاردة مش يعني في الوقت الحالي مش في حالته طبعا. برضو طلوع من أفريقيا صعب جدا، الموسم الثاني على التوالي، خروج من البطولة العربية، فبالنسبة لنا هو سلاح ذو حدين. كان وارد النادي الأهلي لو جاب جون ودخل في اللعب تلاقي الموضوع بالنسبة لنا صعب، وده اللي احنا كنا بنفكر فيه كويس جدا، ان انت زي ما قلت لك تمشي الماتش على قد ما تقدر لصفر صفر، هو ده اللي كان بالنسبة لنا مهم. يعني فأنا بقول الحمد لله خدنا 3 بونت بالنسبة لنا في توقيت مهم جدا. النهاردة احنا الحمد لله 5 الدوري، وهدفنا ان شاء الله ان احنا نكمل. اشكرك، شكرا جزيلا. شكرا. لا حطينا، كنا حاطين كل الحلول. كان معانا اكتر من تشكيل، وانا عارف ان في حلول في الجزء الهجومي، فده كان اللي بالنسبه لنا عامل قلق. لكن انا اتكلمت على كل اللعيبه وحطيت كمان مواصفات كل اللعيبه، يعني حطيت اللعيب في صوره كامله عن كمان اللي انا عارفه عن لعيبه النادي الاهلي، فحطيت كل الاحتمالات لوجود اللعيبه. وجود نيدفيد كان اكيد هيبقى موجود لانه اخر ماتشين هو اللي بيلعب. خط الدفاع ما فيش فيه تغيير بعد اصابه الشناوي، اكيد اكرامي اللي موجود. نص الملعب كنت حاطط حسام عاشور مع هشام محمد، الاختلاف بس في بدايه ناصر، وانا كنت بكلمت كويس برضو على ناصر وعارف بيشتغل ازاي، وليد سليمان بس هو انه يقعد اسلام ويبتدي الشيخ، لكن برضو كنت حاطط احتمالات ان الشيخ يبتدي، وصلاح محسن كنت حاطط احتمالات ما بين صلاح وما بين مروان، وشرحت للعيبه المميزات اللي عندنا والمميزات اللي عندنا.